السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم اسمي هالة عصفور. اليوم رح نشرح درس Present Continuous Passive للصف الثامن. هذا الدرس المعني بالعربي المبني للمجهول لزمن المضارع المستمر. أول إشي قبل ما نشرح عن زمن المضارع المستمر في حالة الباسف رح نكتب sentences في حالة المبني للمعلوم. Active sentence in the present continuous tense have the following structure. Subject is or am, ing, form the verb object. طبعا هون عندي الرول. الرول في حالة الactive بدها تتكون من الفاعل والأفعال المساعدة is or am زائد الverb مع ing زائد object اللي هو المفعول به. هسا في عنا أمثلة في حالة الactive ورح نحولها مباشرة لحالة الباسف عشان نشوف الفرق بينهم. Shadi is writing a new report now. Active sentence هاي الجملة في حالة المبني للمعلوم. المعروف هون إن القائم بالحدث هو شادي، فهلا أنا بدي أحول هاي الجملة في حالة المبني للمجهول وما بدي أذكر شادي في هاي المبني للمجهول، ما راح أذكر اسم الإيجنت أو الفاعل أو الأوبجكت. A new report في new report كانت في جملة الأكتف في حالة الأوبجكت، صارت عندي subject. A new report is being written now. A new report singular مفرد، فهي إذا تأخذ is. وفي أنا في حالة الباسف عشان بدي أحول الفعل الأساسي المين verb لفعل ثالث لازم أستعمل being للباسف بدل ال ing بما أنه continuous. Is being written now. Is being written now. هنا الفاعل غير معروف، تمنا كتابة الريبورت بس ما حدا ذكر ليش مين اللي كتب الريبورت. مثال ثاني، another example here, the seller is selling lots of coffee today. في عنا مبني للمعلوم نحكي لها active voice، الجملة في حالة المبني للمعلوم. تقسيم الجملة subject اللي هو seller الفعل، is selling الverb, lots of coffee الobject. هلا بدي أخذ الobject وحطه في بداية الجملة للمبني للمجهول، فبتصير lots of coffee is being sold. lots of coffee مفرد is being بدل ال ing في selling، و sold الفعل الثالث من sell today، وهون برضو ما ذكرنا مين اللي باعها. طيب using by، في بعض الحالات أنا بقدر أستعمل by، optional by حسب مرات معنى الجملة بستدعي أني أستعمل by. إذا عند ذكر الفعل في جملة المبني للمجهول نستعمل by، إذا بدنا نذكر مين اللي سوى الإشي لازم نستعمل by. by بتكون plus agent، وين موقع by بدي يجي مباشرة بعد الفعل الرئيسي في الجملة. مثال على ذلك، Some friends are being called by Bilal to come. Some friends بعض الأصدقاء تم دعوتهم أو اتصال بهم بواسطة بلال. مين اللي اتصل عليهم؟ بلال. فهون الفاعل الإيجنت هون بلال. طلعوا عندي باي وين أجت مباشرة بعد الفعل الرئيسي اللي هو كولد، ومباشرة بيجي بعدها الإيجنت الفاعل، مباشرة بيجي بعدها إيجنت الفاعل. وفي هاي الجملة بتكون passive voice with agent مع by في الفعل. The present continuous passive في إله بشكل عام نقدر نحكي noun أو subject، يتبع is am are زائد being. is أساسي being لأن بدأت أخذها من continuous، بدها تحط محل continuous، والverb 3 بدي يكون دلالة على الباسف. فعنا هون plus past participle verb اللي هي verb 3 اللي هو المضارع الفعل الماضي تام. طيب am ايش الضمائر اللي بدي استعملها مع am؟ am لها قاعدة لحالها دايما I. is بتروح معها she he it، طبعا اذا كان في عندي اسم او شيء مفرد نستعمل ل is. are تستعمل مع الجمع، they تستعمل مع الجمع they you we. في حالة النيجاتيف نستعمل not, am not, isn't, aren't، طبعا سواء is not أو are not نعمل اللي هي اختصرناها باختصار. الرول بشكل عام زي ما حكينا في عنا للباسف بشكل عام subject verb object، طبعا by إذا كانت optional. هون المين subject الفعل، helping verb الفعل المساعد، المين verb الفعل الأساسي، object الفعل. مهم جدا نفهم هون إنه بدي أستخدم حل تمارين صفحة 88 الأول والرابع، السؤال الأول والرابع وعليه 10 علامات.
وشكرا لكم، يعطيكم ألف عافية، مع تمنياتي لكم بالتوفيق.